ليتنا كنا معكم سعادتي ونفوز والله فوزا عظيما. تحيتها وصر مستفزا آل فهر لداركم وجرد مواضيها وقوم كعابها. فقد سلبت حرب نزارا لهذا وسر مستفزا آل فهر لداركم وجرد مواضيها وقوم كعابها. فقد قومك أبناء حرب قبابكم وفي حيكم بالرغم أرست ببابها. وشرعة قادرت نهب رأيها وقد أنزل الباري. وشرعة قادرت نهب رأيها وقد أنزل الباري عليكم كتابها. وشيعتكم ضاعت فحيث توجهت برأتن وبل أرزاء سدت رحابها. سيدي بنينا فقم وانقذ بقية شملنا. فقد أنشبت فينا أعاديك نابا. فإنك قد تهنا عليك وأسدلت علينا الخطايا دون ذاك حجابا. فإنك قد هن عليك وأسدلت علينا الخطايا دون ذاك حجابا. فليس بثارات الحسين ورهطه هوان ولا الآساد تترك غابا. سيدي أثر نقعها واستنهض الغلب غالبا. وثر مستفزا خيلها وركابها. فتلك بنو حرب على الرغم توجت براس حسين بالطفوف حرابها. تلك سرايا شيبة الحمد ودرت فها مضبا كانت دماء شرابا. وتلك جسوم الهاشمين هشمت عوادي الأعادي شيبها وشبابا. سيدي أتستطيع صبرا أن يقال أمية أجالت على صدر الحسين عرابها.
وعمتك الحرام حيث توجهت فأثني وبل أعزاء سدت رحاب سيدي عجل ترحى القرخ يبكم وفهم شاء عجل ترى مرقى خيمكم والله الشام للشام بالنسوة وظل جدك من المال رغم اللي أبو صالح نساهم واسلم المال واسم الحرم زينب ترى راحت سليم زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامات وانشد عن الوقفة بدروازة الساعات وقل للفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خليها بدنا يجري صبيه وانشدها للشامات علي شهره في وسط مجلس باليتامى والدفوها تعبون جدها وياه يمها ومن ابوها وياهم اخوتها ومن ايدهم صفغيه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آمنا بالله. نعلم بالضرورة تقريبا وإن كان هو الأمر اكتسابي ضروري لكن أصبح بما في القرآن والسنة وبإجماع المسلمين قارب الضروري بأن فرق بين الضروري وبين الاكتسابي. أكو شيء يسمونه ضروري وأكو شيء يسمونه اكتسابي أو يسمونه نظري وسمونا بديهي. يعني الضروري هل سمونا بديهي وكذلك الاكتسابي سمونا أيضا نظري. طبعا البديهي هو الذي لا يرتاب فيه اثنان يعني لا يختلف فيه أحد من الناس سواء كان ذاك الأحد كافر مسلم عاقل مجنون جاهل عالم شيء بديهي يعني يسمونه. مثلا من البديهيات طلوع الشمس من المشرق مثلا شيء بديهي يعني انه البديهي وليش البديهي هو اذا اخبرت به قال لك الناس هذا تحصيل حاصل. يعني لما تقول افرض ان المطر ينزل من فوقنا او ان الشمس تشرق من جهة المشرق او تغرب في المغرب مثلا أو مثلا الشمس حارة وضياء القمر بارد سبب كل بديهيات يعني شيء. أو مثلا الاثنان نصف الأربعة مثلا سبب أشياء بديهية. هذه الأشياء البديهية هو الذي لا يختلف عليها اثنان جاهل عالم مثلا أفرض في يد الإنسان خمسة صادة شيء بديهيات. النظري أو الاكتسابي هو الذي لا يهتدي إليه الإنسان إلا بالنظر والاكتساب يعني بالاجتهاد العلمي أو بالفحص العقلي. وأكو شيء ثالث قسم ثالث يسمونه استقرائي يعني أن الإنسان يتبع ويستقري إلى أن يعرف حكم من الأحكام يقولون هذا استقرائي. مثلا كما هو معروف أن الكلام مبني على ثلاث كلمات فعل اسم وحرف يكون هذا استقراء. يعني أن علماء العربية وأئمة اللغة
أخذوا يتبعون كلام العرب كله، يعني يتبعون شافوا مبني على هالثلاثة. وطبعا كل واحد يتفرغ منه فروع، والأصل هو هذا، مثل عروض الفعل يتفرع على أن الفعل يصير مضارع، يصير أمر، يصير مثلا ماضي، يصير مشتق، يصير نائب فاعل، يسمونه مبني المجهول، يسمونه فروع، لكن كلها ترجع إلى وين؟ ترجع إلى الفعل. زين، وكذلك الاسم مثلا اسم قد يصير جامد، وقد يصير مشتق، وقد يصير مثلا مبني، وقد يصير أعجمي، ويصير أعربي، يصير معرب، كل هذا يرجع إلى الاسم. وهكذا الحروف مثلا حرف جزم، وحرف نصب، وحرف جر، وحرف شرط، وحرف كذا، هذا يسمونه حروف. إجمالا لما تشوف بحسب الاستقراء، يعني استقروا العلماء، وإذا هذه العرب كل الكلام مبني على ثلاثة، ما غير هالثلاثة. زين، يعني كل كلمة فيه لابد يرجعونها إلى أصل فيها الثلاثة هاي. شاهد، كمثلا أوف، أوف هذه شنو يعني؟ واحد يقول أنها فعل، واحد يقول أنها حرف، واحد يقول لا، الواقع اسم، لكن اسم مو اسم ذات، اسم فعل، بس مو اسم، على أي حال اسم. سموا الاستقرائي. أن القسم الاكتسابي هو الذي لا يدركه الإنسان إلا بالتعليم، يعني لما يتعلم يا الله يعرف يحكم هذا شيء كذا، هذا شيء كذا. يعني مثلا أبرز الظرف، يعني الآن لما تجي ممكن أيضا تقول له مثلا اثنين بثلاثة، وكل واحد يقول له يساوي، إلا اللي تعلموا الظرف يسمون هذا فرق، يحكم لك ان هذه ثلاثة او اثنين اثنى عشر اربعة وعشرين مثلا تساوي، هذا هل حكم يحكم انها فرقين؟ هذا بعد الاكتساب، بعد النظر، بعد التعلم، يسمون هذا الاكتساب. زين، احنا الان الصلاة، وجوب الصلاة هذا الواقع اكتساب، يعني احنا متى عرفنا وجوب الصلاة؟ اكتسابا، يعني رحنا وتعلمنا وقرينا القرآن، فحصنا في السنة وسألنا العلماء، حكمنا من أن الصلاة أمر واجب لا يجوز التخلي منه بأي حال من الأحوال. ليه؟ نرجع إلى الآية، الآية تقول لا تقربوا الصلاة. زين، لا ناهيها، لا ناهية، الله ينهانا أن نقرب الصلاة، لأن عايز أن تقربوا يقولون مجزوم بالطلب، فإذا يعني ظاهره النهي، الله ينهانا أن نقرأ الصلاة حق، يعني أن لما تجي اللفظ النهي منصب على الصلاة، لكن في الواقع مو نهي عن الصلاة، لأن يقولون النهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك العكس، يعني لما يجي نهي عن شيء يصير أمر بضده. هني الامر او النهي واقع على الصلاة، لكن في الواقع مو واقع النهي عن الصلاة، بل هو امر بالصلاة. ليش؟ لان نفس اللفظ اللي عند عنها وهي الجملة الحالية، وانتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، هل الجملة الحالية، لان يقولون هذه الواو والحال تدل وهم راكعون وهم جالسون وهم منتظرون، هاي جملة يسمونها كلها مجموعة في محل نص على أنها حال، وأنتم سكارى، ولذلك رحم ولا جنبا، مدر ولا جنب، ولا جنبا، يعني ولا حالة كونكم في جنابة. فعندما يقول ولا لا تقربوا الصلاة، ونحن نعلم بالضرورة أن الله أمرنا بآيات في القرآن للصلاة والمواظبة عليها، وتوعدنا على تركها، ولربما أشار إلى عذاب تاركها، قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال في آية أخرى أيضا محذرا لهؤلاء، فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة، المقيمين الصلاة، كل هذه وجهنا نهي عن الصلاة، ما يصير، لابد إذا النهي عن ضد الصلاة، عما يعارض الصلاة. يعني علينا نستدعو مثلنا مثال الآن،
ادي الى طفل مثلا بالشارع واذا هو يريد يدخل الماتم، المفروض الماتم ما يمنع عنه لا الطفل ولا الكبير ولا الصغير، حتى الطفل يعني ما تقدر تمنع الماتم لانه حتى تعود على الماتم وتنشئه على هذا المعنى الاستماع. فانت في الواقع تريد تدعو وتقول له تعال يا ابني اقعد في الماتم وشوف كيف يستمتعون واستفيد، لكن لما اشوف مثلا رجله متوحده فيها خمص فيها نجاسه فيها كذا، شو تقول له؟ تقول له لا تدخل الماتم وانت وسخ. وش يفهم منك؟ هو حتى الطفل يفهم منك. انت ما نهيت عن دخول الماتم، انت ما يدخل الماتم، لكن نهيت عن الوسخ، عن الوسخ الموجود فيها. وإن وقع النهي في أول اللفظ على الدخول ماتم، لكن حتى هو يفهم منك ما نهيت انت عن دخول ماتم، لأنه شيء غير من السنادس مثلا أو من جهالك من الشيعة، هاي انت أولا بدون تعال استمع، لكن لما تقول له أنت وسخ كأنه قال لك لا تدخل، كأنك فهم منك أنك تنهى عن هذا الوسخ وأن يجيل حتى يحق له الوسخ. ففي قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، هذا تأكيد، لأنه الواقع يعني يمكن واحد متعود على السكر يسكر كثير من اليوم هو صغير والآن شرب الخمر، فلربما انه الان قد يعني يتراءى لك انه مو سكران، قد يتراءى لك مو سكران، لكنه لا يعلم ما يقول، يحشي عدل لكنه لا يعلم ما يقول، يعني المعنى اللفظ اللي يقوله او ماذا يؤدي او ماذا ينتج منه ما يدري، قد يسب من لا يستحق السب ويدري انه سب وما يدري، لكن ما يدري انها السب يؤدي الى وين، شنو نتائج. لما يوقف الانسان للصلاه وهو طبعا مشغول الفكر او قد سكر عقله باي سبب من الاسباب، ما يدري شو يقول، يعني في قوله حتى تعلموا ما تقولون، يعني معناه لما تريد توقف في الصلاة لابد وأن يكون عقلك له التصرف الكامل في جميع أقوالك وأفعالك. أما إذا أنت غالب عليك السكر أو غالب عليك النوم أو قايم طايح مثلا لا يفرقك بعض الدوخة، هذا هم داخل ما تعلم ما تقول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، السكر شنو يعني؟ الواقع السكر هو المنع، سكر يعني منع، يعني الآن حتى في عرفنا الحاضر مثلا أفراد لما يجي لواحد والماء يجري إلى جهة من الجهات شو تقول له؟ تقول له اسكر الماء، يعني منعه من أن يوصل إلى المكان. لي لما يعبر عن السكر بالسكر يعني معناه يسكر ويمنع العقل من توجيهه، نفس العقل يصير ممنوع. لما يشرب الانسان والعياذ بالله ما يسكره زين، او مثلا افرض يقع عليه اي حدث ما يمنع عقله يقال هذا سكران. زين الان لما تجي الايه مثلا في المحشر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، سكارى كيف سكارى وما هم اولادهم مش هم الخمس عرب الخمس، لكن عقولهم طائرة. ولذلك تلاحظ في آيات أخرى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي أو مثلا تشوف الناس في المحشر يحشرون حراة كما هو المروي عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تحدث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول حدثني أبي رسول الله يوما من الأيام فقال يا فاطمة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فقلت واسو أتى يا رسول الله، حفاة عراة مشكل واسو أتى، فنزل الأمير جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد كل فاطمة
لا تفزع ولا ترع، فإن الله سيكسوها يوم القيامة بسبعين حلة من حلل. أكل لباس هناك لمن خدمه طبعا ود ثمن إلى لباس أكل. فرحمن ما عشان لهذا المعنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. إذا زين أمين المؤمنين تتم الحديث، أمين المؤمنين قال لها أيضا قال فاطمة هل سألت رسول الله عن زوجك علي؟ لأن أنا شنو حالي بعد؟ هو عرفنا وصية جدي أن الله سيكسوك لسبعين حلة، أنا شنو؟ قالت أبا الحسن وهل يغيب ذكرك عن ذهني؟ هل يغيب معقول أنساك؟ ما أنساك؟ سألته عنك. فقال له جبرائيل يا محمد قل لفاطمة إن عليا أكرم على الله من أن يحشره يوم القيامة عالما. الله لا يحشر مثل علي بن أبي طالب عالما. فإجمالا في قول الشكر وما هم شكر يعني ذهبت عقولهم. نحن في الوقت الذي كنا أطفال ذاك الوقت لأن الأمر طبعا 18 سنين وما عدنا شبابا مثلنا لا ذيك الأخبار ولا ذيك المسلسلات ولا ذيك المسرحيات ولا كل شيء ولا ذيك الإذاعات ولا مسجلات أفكار ما نقعد مثلا في المأذن. وطبعا سيما في أيام فاتحة وكذا وتشوف الخطيب يجيب الأحاديث ويصف حالة الناس مثلا في المحشر وكذا شنفهم انجحت في مجالسنا الخاصة الأنفال حتى نقول يوم القيامة يحشرون الناس وأعينهم في رؤوسهم. نتصور الشكل نقول على أن الناس يوم القيامة يحشر كل واحد من عندنا ورائه وعينه في راسه. ترى هذا الحكي إلينا كان إلينا كان الآن في حياتك هاي الحاضرة لما ينتهي الواحد ينتهي يعني أبوك مثلا فد واحد قالوا لي فلان ترى حديثك او مكتبك شاده في حريقه عدل العقد ترى شاده في مكتبك حريقه اموالك كلها راحت. هذا اذا طلع من بيته نشوف المفصل المسلمه يمكن تمر الفتاه قدام عاريه مفصخه ما يدري عينه في وجهه لكن يظل كان عينه بدماغه كان يطالع فوق ما يشوف احد قدامه من شدة الذهول الذي أصابه. يعني معناه عقله بعد مو عنده يمشي بلا تفكير ينظر بلا تفكير يعني يريد كأنما يريد الله يخبر عن شدة الذهول الذي يصيب الإنسان يوم القيامة من وقت وشدائد أهوال يوم القيامة. زين فإذا وأنتم سكارى حتى تعلموا يؤكد لا سكارى حتى تعلموا لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. يعني السبب الثاني إن لماذا يحلكم أن تصلون وأنتم في تلك الحالة إذا كنتم جنوبا إلا عادل سبيل. سلا عادل سبيل شنو يقولون على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الناس طبعا ما أعرفوا كيف يتصرفون كيف يصلون ما حد يعرف وكان الكفار وكل جماعة أو طائفة يخلون لهم قبصنا يجون وقت عبادتهم يقعدون يدورون من حوله بس يدورون حول ذاك الصنم وما تدري يدورون ذاك الصنم يدورون ليه بس أو كذا ما عندهم قصر قيام وركوع ووقوف خاص وإصبار يد ومدري إيش وحركات عبر وركوع ما أعرف شيء. زين النبي لما جاء دعاهم وقال لهم صلوا غير يكون خطرهم كيف يصلون زين الآن شلون يعني ممكن يروح يعني لكل واحد بيته كل واحد يوقف وحده يقول له انا اصلي لا بجد النبي قال تعالوا انا بصلي وصلت كما رايتموني اصلي شو اسوي؟ اذا شلون اتاثر؟ هذا يكون اول ما اجى من المسجد بنى المسجد واخذوا يجتمع فيه نساء ورجال الرجال من خلفه والنساء من وراء الرجال فيصلون مثل ما يشوفوا النبي يصلي وقف وقف رفع وليدهم رفع وليدهم قال كذا قال قرأ الفاتحة قال يعني مثل شو يسوون؟ يسوون مثله ليش؟ لأن يعلمهم
فهلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر، كأنه مرتكز في أذهانهم أن الصلاة لا تؤدى إلا في المسجد، كأننا محل الصلاة هو المسجد. ولذلك كان النبي يلزم المسلمين بحضور المسجد إلزام، إلى أن أخذ يعني قال أيها الناس، كأنها جماعة ملوا كاسلوا خلوا النازلون، مرة يجي ثلاث ما يجي جمعة يجي أيام ما يجي، يقول لك أنا حفظ مع الدش أروح أصلي ورا محمد، أنا ما لي حاجة من هالحكي، لا أصلي هنا في البيت أو ما أنا مصلي. فالنبي صلى الله عليه وآله ما أذن بلال في ذلك اليوم خطب قال أيها الناس بلا دور إقامة، بلغني أن جماعة منكم قد تركوا الجماعة والمسجد، فإن استقاموا على هذا لآمرن بين الأذان والإقامة من يحرقن عليه القيود. وأخذ دائما وأبدا يتوحد تارك المسجد والجماعة 40 يوم، لا يزار إذا مرض ولا تشيع له جنازة ولا تعاكله تهجم عليه داره أو تهجم عليه داره. زين يجي واحد ضرير أعمى يقول يا رسول الله أنا ضرير وأحيانا أحصل لطفل يوصلني أو مرته وياي توصلني وأحيانا ما أحصل، شنو رايك؟ يعني احيانا انا قد يكون ما احصل احد يوصلني. قال له اربط لك حبلا من بيتك الى المسجد. مش على الحبل. يعني هالشكل كان تاكيد ياكد على صلاه الجماعه. ليش؟ لان دول تعليم وانشاء، يعني يريد يعلم المسلمين كيف الصلاه، بالاضافه الى ان يريد ان يجمعهم. فكأنه صار عندهم في أذهانهم أن الصلاة لا تؤدى إلا في المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. يعني كأنه لا تقربوا مكان الصلاة أو لا تقربوا الصلاة أو تصلوا أو سواء تصلوا أو مكان الصلاة، لا سكارى ولا جنبا. اللهم نعم الا اذا بتعبر من مكان الى اخر، يعني هذا انت بيتك مشيها بذاك الوقت. يعني اول ما الدعوه وقبل ان ينزل الامر بسد الابواب، كثير من المجاورين للمسجد يطلع من بيته يروح السوق من المسجد، مجلسه في المسجد يجيه رجال العليا في المسجد، يعني نفس الباب مال بيتهم اصلا يطلع داخل. وكانوا يعني البيوت المجاورين كلهم ابواب في ما شاء الله ابواب كلهم في المسجد. زين لما اجى الامر على شده الابواب ولم يبق الا باب امير المؤمنين علي فقط، يا ترى نعم ممنوع هذا المسجد فخليناكم. والاحكام يا اخي ترى ما نزلت كلها دفعه واحده، تنزل الاحكام شيئا فشيئا شيء فشيء، لما يتعودون المسلمين على شيء ينزل شيء ثاني ينزل تكليف ثاني. فاول ما اجوا بنوا المسجد كل عشان جناس فرحانين ومهاجرين وكذا وباني المسجد، فكل واحد بيته جاء قال يا رسول الله على رسول الله بعد ما يمكن تطول على الله خلاهم يفتحوا في المسجد. لكن مع ذلك عاد اجى النهي، قال ترى ممنوع، مسجد ينبغي ان يكون محترم، ينبغي ان يكون له حداثه له مكانه، لابد أن تبعد المسجد عن القاذورات، لابد أن تقيم له وزن، لابد أن لا تمارس فيه إلا ما يتناسب معه، اللي يتناسب وياك فيه، أي شيء فيه عبادة لله، كذا مذاكرة علم، درس قرآن، دعاء مثلا، تعليم صلاة، أي شيء فيه عبادة، قراءة مثلا، القراءة الآن في المسجد، والواقع يعني القراءة في المسجد مو في حد ذاتها القراءة الآن، كثير من الناس يصلون كذا أو شفاية أو يعني كل عبادة، لكن اللي يخلينا يعني أنه أحيانا ربما يقول قائل مثلا قراءة في المسجد مصير ما يلزم القراءة أو تهاون الناس. يعني انه القراءة لما قوم المسجد جماعة كلهم مش يحسبوا يقول لك ما كان في حل في ناكل في كل في شركات تتنازع تتناقش تزهق
كل شيء يسوي، لأنه كأنما يعتبرون الماتم هذا الذي يقيم المسجد كأنه الآن قسم المسجد استغلا للماتم ولا واجبه. طبعا عدل النساء، عدل الحاية، عدل الشافع، كنت الدلة، كنت اليد، كنت الشفة، المفروض أن يتصل على الأمر، على الأمر الذي يتناسب فنه. الأمر والذي يتناسب مع المسجد، الذي يتناسب مع المسجد كل ما يرضي الله. دي من الكتاب رسالة وتناسب به أمر جيب لك مثلا أمر رسالة وتناسب فيه الجلال والمسببات هاتنا، جيب لك مكان من الأخلاق مثلا آداب الزواج مراتب المسجد الحرام عبادة، جيب لك مثلا الكتاب فيه آداب الضيف واستقباله وآداب الضيافة واستقباله، جيب لك كتاب أخرى فيه آداب عيادة المريض وزيارة المؤمنين، في عبادة في المسجد، يعني تأتي بالمسجد، تأتي بالمسجد بما يتناسب معه. أما الذي يختلف مع المسجد يجب أن تبعده عن المسجد. لاحظ، فأصبح المسجد بذاك الوقت مجلس يكون مد مجالس ومسجد ومجادل ومتشابه ومتعارك ومتبعه. إذا على الأمر ولا لا بد أن جبرائيل قال يا محمد إن الله يأمرك بسد الأبواب عن المسجد إلا بيت أميره. هذا يعني هذا البيت وحد، لأن أهل هالبيت، أهل هالبيت بينهم وبين المسجد ثلاثة. أهل هالبيت وهو بيت علي بن فاطمة والحسن والحسين، بينه وبين المسجد ملازمة. هذا لو فتح باب المسجد ما تبان، كما أنه ترى في رمز، في رمز. احنا مو يعني نقول هذا الباب الخشبي او الذي هو مثلا من جذوع النخل، هذا باب مادي، كانما لا اراد ان يشيك في اوامر الله اعلى من ان تحتفظ على اشاره الماده، في اعلى من هذا، يعني كان الله يقول هذا البيت بيتي، هذا مناه رسولي وهو بيتي، بيت الله، وهذا بيت الله من اراد ان يدخل الى بيت لا يستطيع أن يدخل إلا من طريق علي. ثم بعد ذلك رجع وثنى بالسلام على النبي. تعرف يا اخي الجراحين نصبا عليهم يشوفون على النبي طالب انك تفتح الحياه، والله نصبا عليهم تفتح الحياه نصبا عليهم. هذا الوضع هالمنظر اثار الكفاره، لما طلع الاعراب التفت الرجل خط منه أبو عبد الله، قال يا رسول الله لقد أساء هذا الإعرابي الأجر معه. كيف؟ قال هذا أننا لا نستحم الإعراب، يخالف يقول احنا ما يخالف، لكن أنت بعد هالنوم. قال لماذا؟ قال هذا الإعرابي بدأ بالسلام أولا على علي وهو أصغرنا سنا، شوف النظرة ترك حتى انت تركك وبدأ بالسلام على علي مع انه ادنى منك فضلا واصغر منا سنا. قال يا هذا اسأله قبل ان ينظر، انا كنت ما جلست على كل حال قبلت من جديد، لكن انت مستنكر الحال اسأله قبل ان ينظر. فلا تعال يا عبد العظيم
قال لقد دخلت الى المسجد واساءت الادب مع رسول الله. ماذا معني يا شويه لابد؟ اساءت الادب مع رسول الله. قال لك كيف؟ قال دخلت وبدات بالسلام على علي وهو شاب واصغرنا سنا وعدنا مع رسول الله في الفم. كيف هذا؟ قال ان الله ورسوله قد امرني. الله ورسوله مع ذلك الله ورسوله. على كل حال على هذا الطريق الذي انا اسمع من القران واسمعه من رسول الله. قال لماذا؟ قال القران. قال ان الله يقول ليس ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها. وان رسولكم قد سمعت منه مرارا يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. فانا في الواقع جئت على هذا ولا بد لي من ان اتي قبل المدينه. يعني ما مشي أتسلق، يعني إذا أتسلق يقولون تسالق. فأنا جئت النبي صح، أنا قاصد إلى رسول الله، لكن لا بد لي من ملاقاة الباب أولا قبل دخول النبي. خبرك يا خبر كذا وكذا. قال إيه يا فلان احذر، وليس ذلك الأعرابي أبعد من أن يأتي بهذه الفكرة. من قال لك عندها الاستنتاج وهالاستيحاء ويستطيع ان يستخرج هالحكم الدقيق من ايه وروايه؟ انه اعراب اعلام انه جبرائيل اياك والحسد لحبيبك. فسد الابواب يا اخي مو قصه ذات ماده، قصه ذات يرد الى شيء كانه اراد ان يقول بهذه الكيفيه وبهذا المنظار ترى ابوابكم كلها مسدوده، ما احد يستطيع ان يفتح باب الى بيتي الا علي بن ابي طالب لانه بابي ومنه بورك. شاهد؟ فكانما الله سبحانه وتعالى اراد ان يمنعهم عن المسجد الا ما اضطر، يعني اذا باب بالمسجد يريد يروح الحمام او للقيل او للقسم وما عنده مجال يقول لك اعمر. لكن منع هذا بعد سد الابواب. وبقيت الرخصه في المساجد الذي غير مسجد النبي، لان استثني مسجد النبي والبيت الحرام مستثنى، يعني لا يجوز لجنب ان يقع بقدمه المسجد ولا حائط، زين ان يقع بقدمه المسجد ولا خطوه واحده، المسجد الحرام ومسجد النبي. اما بقيه المسافه جزء، ولو انه صادف ان هناك بالمسجد كما يقول الفقهاء صادف هالشكل حكمنا عليه ما يجوز ان يقع ولا خطوه وهو جلوس في المسجد الحرام ومسجد النبي. انه لو اصابت في الجنابه والمسجد كما هو الحال الان، سمسجد النبي كثير ناس يناول فيه. سبحان الله، جاء واحد مثلا بحارس الوقت او في شهر رمضان يتحفل وغلب عليه النوم وقال خلنا نستريح شويه، وغلبه النوم ونام واجنب، هذا شلون يطلع؟ والمفروض لا يمشي ولا خطوه بالنفس وهو جنب. يجي الحاكم الشرعي خففت الورقه يقول له تيمم فانها طهاره قد شرعناها، طهاره اضطراريه عندنا الطهاره شرعناها لكل مكلف، فعليك من ان تاتي بهذه الطهاره الاضطراريه حتى تخرجك من سواء مسجد الحرام او مسجد النبي. ففي قوله ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنلاحظ ان الله سبحانه وتعالى منعنا من هذه ان نقرب الصلاه او مكان الصلاه على حد سواء، لا مكان الصلاه ولا الصلاه نفسها. ونحن في هاتين الحالتين. ومع الأسف الشديد أن هذه الصلاة، هذه الآية بالذات نزلت في إجماع المفسرين، ما أدري شلون صار في الناس الآن، كلما انتشر المذهب العلوي وأخذ يأخذ مكانته في القلوب ازداد العدو حقدا وحنقا وأخذ يختلق الأكاذيب، وكأنه أراد أن يحيي سنة معاوية بالنسبة لأهل البيت. وإلا الواقع كل المفسرين الزرخشري وغيره زين يقولون أن الآية نزلت في جماعة
يعني قبل لا تنزل هالآية كانوا يصلون سكارى وكذا، فعبد الرحمن بن عوف كأنما صار عنده جماعة ذيك الليلة وسهرة وشربة وصار الصبح ومتعودين يصلوا الجماعة، النبي أمرهم يصلوا الجماعة، فجاء واحد من عندهم متقدم للصلاة وصلى وقرأ هذه سورة الجحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون، يعني أخذ خربط. فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذا أنتم مسلمين تكونوا تصلون لا تسكرون، يعني يلزمه أن تمتنعوا من السكر البتة، لأن أريد منكم لما تقفوا للصلاة حضور قلب وأن يكون المصلي عاقل يعلم ما يقول، أني هو يدري شنو هذا يعرف شنو زين. يجوا الزمان المتأخر الآن والله ما أدري سمع من الحافظين والناصبين العدا لأهل البيت، وتعال شوف هذا صاحب التبيان صاحب البيان تفسير يدرس في الكليات، وطبعا انا طلبت من بعض الطلبة الجزء اللي يضمن هذا المعنى، وجايب هالآية الكريمة ويسند الرواية لعلي بن ابي طالب ويسند الفعل يعني الصلاة وهو سكران لعلي بن ابي طالب حتى تعرف يريد يجدد ما كان عليه معاوية، إذا تجدد ما كان عليه معاوية في أيام ينسب السكن لأمير المؤمنين ويقول أنه يشرب الخمر ولا يصلي ولا عن جنابه، لأن يريد أن يبرر ما قد اصطنعه وما قد اختلق من السبع على أسئلة الناس حيث ينسب ويلصق لعلي بن أبي طالب الجرائم. ولكل شنو هذا؟ لأنه رأى أن التشيع والرجوع لأهل البيت ليش؟ لأن يا أخي الوضع في جميع الأراضي الإسلامية نفس الوضع يخلي الناس قهراً ترجع لأهل البيت، لأن شافوا الظلم والفساد منتشر والاستبداد مستفحل وشافوا الخلق محجوبون عن حقوقهم ومستغلة ثرواتهم. يعني يجي فد واحد عندما يستولي على أموال واقتصاد الإسلام والمسلمين يلعب في المال ما يشاء، في حين أن كثير من الناس كما يقول الدكتور وائل يفترش الأرض ويرتحب السماء، إذا جاءه الليل يتقلب فوته والعياله، وفي جانب آخر وإذا هو لا يعلم إلى أين يمضي بهذا الذهب وهذه الأرصدة التي في البذور، كما أنه يحاول بأي سبب يستطيع أن يستخلص ما في أيدي الناس من هذا القليل. الله ذكر بالخير الدكتور وائلي يقول يبقى النعيم بجانب وبجانب يبقى الشقاق مرفه ومضيق. تشوف واحد يحتار عند البنايات وعند الأراضي وعند الأرصدة وعند الفلوس وعند الملايين في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا وفي بلاده، نفس البنوك قالت ترى ما نقدر نعطيك فائض على أموالك لأن رصيدك وصل إلى حد لا يمكن للبنك أن يعطيك فائض. ويجي واحد وإذا عند عائلة 10-12 نفر أمه أخته أولاده زوجته وإذا هو شنو راتبه 90 دينار، يجي راس الشهر إذا تسلم له 40 دينار كهرباء وياخذ لدونية عايش بذاك الحساب وخلص المعاش وظل يستلم، وواحد حايل من الفلوس ما عرفته. هذا ما يدفع الناس الى ان يدعوا لهذا الانصاف، لان لما يقرا تاريخ اهل البيت واذا علي يخرج اللقمه من فمه ويطعمها الانسان، تريد ترتكب المنكرات ولا تريد من ينكر عليك، واذا هو يجي ينصب ويستنير الناس لسد اهل البيت وابعاد الناس عن اهل البيت. وكما تعرف يقول بعض العلماء سترى أولياءه أخفى أعداءه مناقبه بغضا له، وسترى أولياءه فضائله خوف على أنفسهم، لكن وظهر بين هذين الإخفاء وفضائل ملأت الخافقين، أبى الله إلا أن يجعل يده
يد عنايته على أوليائه مهما أن بلغ الزمان في تضييقه عليهم. وإلا اعتقد سنعتقد هالكوادر الذي نقل أسماءهم التاريخ وأخذنا نستشف العلم والآداب والأخلاق والعقيدة والدين من سيرتهم كحجر بن عدي أو كميل بن زياد أو أنصار الحسين أو أنصار علي كعمار، نستشف الدين والعقيدة والأخلاق والإسلام من نفس سيرتهم، من نفس سيرتهم، لأنهم الواقع مثلون لمثلون علي بن أبي طالب في أعمالهم وفي جميع ممارستهم للحياة. وهؤلاء هم الذين أتقوا بتاريخهم الدين، لأنهم وقفوا إلى جانب أهل البيت وضحوا بجميع ما عندهم. وإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه المجيد: ألا إن حزب الله هم. مهما أن عندك تسوي بأموالك بسيطرتك بسلاحك بمدافعك بدجاجاتك بسجنك إرهابك، ترى مع ذلك أولياء الله هم أولياء الله هم الغالبون. ولاحظ شيخ جاب الله هم هنا، ترى العرب يقولون مبني كلامه على الخفة والاختصار: ألا إن أولياء الله أصلها أولياء الله الغالبون. هذا أصل قتلة وخبر تجيب إن ما يتغير قتلة ما يزيد. ألا إن أولياء الله الغالبون بعد هم الغالبون. ليه؟ ترى الله عنده شيء يريد شيء، لا شيء مو قصة قتلة وخبر. زين يريد شيء للتأكيد بإعادة المبتدا مرة ثانية وجعل الخبر خبر للمبتدا الأول والثاني للتأكيد. يقول التأكيد له سبب ما هو؟ يعني كأنما الله يريد أن يقول حزبي غالب سواء كان قتل أو قتل. مسجون هو الغالب، مقتهد هو الغالب، منهوب هو الغالب، قاتل هو الغالب، أمير صار هو الغالب، وزير صار هو الغالب. يعني سواء كان يعني صار هذا من فرد من حزبي أمير ترى هو الغالب، أو صار سجين هو الغالب. أنت لا تغلب أيها الباطل أبدا، حزبهم هو الغالب. ولذلك لاحظ الذين قتلوا هم الغالبون أو القاتلون. لاحظ الدنيا بكاملها تصرخ مظاهرات ضد يزيد بن معاوية وتهتف بتأييد الحسين وأصحابه. حسين وأصحابه شنو منتصر في الحرب هو؟ لا، الحسين قتل واستؤصل هو وأصحابه أهل بيته وسبي السيارة. لكن لا زالت الصرخة صرخة المظلوم مدوية، والظالم ليس له من أثر. وإن الله سبحانه وتعالى قد أظهر كرامة هؤلاء من أول لحظة من مصائرهم المقدسة، أول لحظة. وإذا الله سبحانه وتعالى يجللهم بكرامته وكأنه استثناهم من نواميس الطبيعة الإنسانية، حيث أن الإنسان إذا مات لا يمضي عليه يوم أو يومان ويستطيع الحي أن يخرج من جسده لما فيه من شدة النتانة، بينما أصحاب الحسين له كلما مرت عليهم الأيام يفوح من أجسادهم روائح المسك الأدفار. وبهذا اهتدى بنو أسد إلى أجسادهم، لأن إذا حبت الريح على تلك الأجساد المقدسة حملت معها روائح يستدل بها بنو أسد على أجسادهم، وإجوا يريدون تجهيز تلك الأجساد الطاهرة. وشافوا طبعا ما كل جسدين، البقية 70 نفر في مكان، بس 2 الحسين والعباس. العباس هناك عند المشرعة والحسين في مكان قريب من الخيمات. زين، وشافوا على جسد الحسين الطيور تغلله. هذا الذي اجوا ارادوا ان يحفروا لهم قبور ويدفنونهم رغم اعلان بن زياد. هل قد قالوا احنا طبعا ضعفاء واحنا عرب واخاف يعني عون من عبيد الله بن زياد، تعال ايها الرقيب اوقف راقب ان الطريق يمكن احد يجي من نار هالليل. وقف هذا الرقيب يلاحظ واذا برجل يتخلل تلك النخيل على فرس وقد ضيق لسانه، اجى الى اصحابه قال تنحوا عن الشاذ، دبوا المشاق بعيد، ثم وضعوا ايديهم وراء ظهورهم، اخذوا يتمشون كالمتفرجين. اجى الامام زين العابدين راسا سلم وراح الى جسد الحسين، اهوى على ذلك الجسد مناديا ابي كنت قبل اليوم.
لا أعرف البكاء ولا سبحت لي بالدموع جفون. أبي قد سطى دهري علي وخانني، وما كان عهدي بالزمان يكون، فلست أبالي بعد فقدان والدي لما بي من جور الزمان يكون. تبين وإذا هم لما تقع قد جدت كلهم إجوا والتفوا من حول وفوا وإذا شمال شنو معنى هذا؟ احنا خالف من أهل وشرطي هو عين هو كذا هو محد منهم هذا من أهلهم هذا إجوا وفوا من خلف التفت إلهم ما وقفوكم قول الأجساد. قالوا يا هذا جئنا نريد أن نتفرج على هذه الأجساد. قال ويحكم أنتم مسلمون وهذه أرض إسلامية وهجدة إسلامية، كيف سببتم لأنفسكم شرعا أن تتفرجوا على الأجساد؟ قالوا لا أحرجتنا، لكن ترى احنا أخبرناك وجعلنا هذا لخوفنا. من أنت يرحمك الله؟ قال أطلعوني على حقيقة أمركم إلا الأمام. قال نعم لكم الأمام. قالوا جئنا نريد أن نواري هذه الجثة الطواهر، ولكن زعمنا التفرج لخوفنا منك لأننا ظننا أنك عين من عيون الدولة. عند ذلك حول وجهه إلى جهة جسد الحسين، قال له أبا حتى من دفنك يخاف الناس، يخاف الناس حتى من دفنك. ثم التفت إليهم صاح لا تخفون أنا ابن حسين جيتك لا تخفون أنا ابن حسين جيتك وجعتي يشتي بدفن والدي وبدفن عمامي وهو دير محب رضوه عندي المرض ناقل دوتي وخلوا دماهم غسلهم والجفن ساب الدم فبرق ابن حسين يما وقام محني الظهر وما عيب تحت الرجل الله يثيبك. ترى ادري اثرت شوي لكن عليك شوي تحطين صوتك وياي. ها حمر قبل حسين يما وقاف محني الظهر وما عيب تحت الرجل والثانية تحت الصدر وصار كل ما رفع جانب جانب الثاني خرجان ويشتغل شيلك في الرصاد مقشرة داب قلبي ماريا بالله تجيبولي بعجل نجمع وصالة ونركبها ونلفها ونظهر الله الصدر والدمع من عينينا حط على اشتاق الجنود وعلى الثرغان نجفور Thank you.